أستاذ دكتور بهاء عباس وهيتكلم عن فلات باول ديزيز تريتمنت في 2020. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانكس مستر تشيرمان. طبعا الشركة الداعية على المؤتمر الجميل دوت. طبعا احنا كجمعية بحثية يعني بنحاول نسترد النشاط تاني ويبقى فيزيكال بقى ما هوش اونلاين, ودي اول يعني نشاط بالنسبة للهباتو جاسترو كلاب. دي طبعا هتبقى بعد كده ان شاء الله في حاجات تانية كتير. هنتكلم طبعا على الاي بي دي مانجمنت ابديت 2020. طبعا ده موضوع مهم جدا جدا ومحتاجين نبقى اوير قوي بالتفاصيل الجديده ليه, لانه المرض زاد وابتدى يعني يحصل برضو بعض ال يعني دياجنوستيك فيليرز في بعض الحالات وبتؤدي الى مشاكل كتيره قوي. واحنا عملنا حتى جمعيه كمان علشان الموضوع بتاع الاي بي دي دوت, وسميناها الايجيبشن سوسايتي اوف كولايتس اند كرونز. دي برضه هتتناول الموضوع ده بالتفاصيل. طبعا يعني هنبدا بالاول بالديفينيشن. طبعا احنا عارفين ان الاي بي دي هو عباره عن ألسرف كولايتس مع الكرونز ديزيز, وزي ما احنا شايفين الألسرف كولايتس هو كرونيك انفلاماتوري انفلاميشن ماسك الجات الكولون, بيبقى ليه ريلابسنج اند ريميتنج ايبيسودز اوف انفلاميشن, واهم حاجه انه سوبر فيشيال ليميتد للميوكوزا اللاير بتاع الكولون, almost invariably involves the rectum, وبعد كده بيبروسيد proximally in a continuous fashion. Crohn's disease بقى characterized by transmedullary inflammation. طبعا ده بيؤدي الى fibrosis, stricture and may result in sinus tract giving rise to micro perforation and fistula formation. طبعا ده بينفولف mainly الايليوم والبروكسيمال كولون, لكن لازم نبقى عارفين الكرونز ديزيز كان افكت اني بارت اوف ذا gastrointestinal tract. هنبدا نتكلم شويه على الالسف كولايتس. اي عيان عنده كرونيك دايريا مور ذان 4 ويكس يبقى لازم تفكر تو اكسكلود ألسرف كولايتس. Usually present with diarrhea associated with blood, symptoms including colic, abdominal pain, urgency, tenesmus, may have fever, fatigue and weight loss. زي ما احنا قلنا primary involves the intestine, لكن مهم قوي ان احنا نتذكر ان في extra intestinal manifestations لل IBD, ومهم جدا ان نكون حطينا في الحسبان. وtypically برضو intermittent exacerbation alternating with periods of complete symptomatic remission. لو جالنا اي عيان, هنتكلم على الادلتس مينلي 16 ل 40 with new lower gastrointestinal symptoms, في تملي بيبريزنت في الحالات دي بريكتال بليدنج بلس اني اور مور اوف ذا ابدومينال بين وتشينج باول هابتس والويت لوس والاير ديفيشنسي انيميا او في ماس. انا بتكلم على الموضوع ده ليه؟ لان احنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا في الدياجنوزس اللي هي الكالبروتكتين. طبعا بروتين ده بيبقى سكريتد بال النيوتروفيلز والماكروفاجز والابيثيليال سيلز ويبقى ريليست في الاستول, وده بيقول لنا ان دي انفلاماتوري دايريا ما هياش فانكشنال دايريا. طب لما نلاقي الموقف دوت هل هو موجود كامل بما فيه الحاجات؟ لا, نروح على طول. انا كنت بتكلم برضو علشان الاودينس مش كلهم جاستروانترولوجيست, فلما تلاقي الموقف دوت حاول انك انت تحوله لجاستروانترولوجيست علشان يقدر يوصل لدياجنوزيس بسرعه. لكن لو لقيت الموقف ده مش كامل انت هتفكر في الفيكال كالبروتكتيف ميجرمنت, وما يكونش العيان بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري في الباست 6 ويكس. اذا لقينا الرقم اقل من 100 ده غالبا اي بي اس ريتابل باول سندروم, من 100 ل 250 نعيد التحليل تاني عشان نتاكد, اكتر من 250 هنفكر كويس قوي في انفلاماتوري باول ديزيز. تقسيمه السيفيريتي بتاعت الديزيز طبعا اخر حاجه كانت اتعملت بالامريكان كوليدج اوف جاسترولوجي وقسمتهم الى الاتي: مايلد ومودريت تو سيفير وفالمنت او البيشنت ان ريميشن.
لو انا العيان جاي لي عنده ديستولز اقل من 4 في اليوم هن كونسيدر ات مايلد. البلاد ديستول انترميتنت ما هواش كونتينوس. الارجنسي مايلد. الهيموجلوبين نورمال. الاي اس ار اقل من 30. السي ار بي سلايتلي اليفيتد. الفيكال كالبروتكتين اكتر من 150 200. والاندوسكوبي زي ما هنوريكم بعد كده هوت اللي هو الميو سب سكور او الالسيرف كولايتس اندكس سكور واحد او اثنين لاربعة. دي كلها دي كرايتيريا بتاعت المايلد. لو العيان ما عندوش حاجه خالص ده يبقى هو البيشنت ان ريميشن اذا كان هو دايجنوزد از الالسيرف كولايتس. مودريت سيفير اكتر من 6 وفريكوينت ستول بلاد ان ستول والهيموجلوبين اقل من 70% اوف ذا نورمال والاي اس ار اكتر من 30. سي ار بي اليفيتد والفيكال كالبروتكتين اليفيتد والميو سكور بتاعه والاندوسكوبيك كرايتيريا باينه. طبعا هنا بقى المهم قوي ان احنا نشخص الفالمنت لان ده ايكوالز هوسبيتاليزيشن ما فيش فيه كلام على طول ولازم يبقى معاك زي ما هنقول بعد كده سيرجيكال باك اب ان العيان يجي لك بستولز اكتر من 10 وكونتينيوس بلاد موجود في الستول وارجنسي موجوده على طول وممكن يحتاج ترانسفيوجن لان الهيموجلوبين بتاعه بيبقى دروبد جامد. الاي اس ار والسي رياكتيف بروتين عاليين والكالبروتكتين عالي. وهنشوف طبعا بالمنظار ومش يعني في الاكيوت سيفير اسف كولايتس ما بنحبش نعمل فول كرونوسكوبي ابدا ولكن مجرد نعمل سيجمويدوسكوبي علشان يا دوبك ده مش محتاج تحضير ومش محتاج انستيزيا ولا حاجه عشان نشوف الشكل سريعا وناخد البيوبسي عشان اكسكلود الانفكشن زي ما هنقول بعد كده. في الدياجنوزس طبعا الايكو اللي هي يوروبيان كرونز اند كولايتس اورجانيزيشن دي اخر حاجه قال لك ما فيش حاجه اسمها جولد ستاندرد فور دياجنوزس لكن احنا بناخد الحاجات كلها مع بعضها كلينيكال لابوراتوري ايمجينج اند اندوسكوبيك بارامترز وطبعا لما بنعمل اندوسكوبي لازم ناخد بايوبسي ولازم اكسكلود انفكتيف كوز. طبعا ده مهم جدا في البيولوجيكال ثيرابي زي ما سمعنا بقى كذا مره النهارده على ان ازاي نكسكلود الانفكشن قبل ما ندي بيولوجيكال ثيرابي ودي طبعا انفكشن مينلي بنكسكلود التي بي والهيباتايتس والاتش اي في على اساس ان احنا ما نعرضش العيان لفلير اب وممكن نريبيت الاندوسكوبي مع الهيستوباثولوجيكال ريفيو افتر انترفال مي بي نيسيسري اف دايجنوزس داوت ريميز. الانيشال انفستيجيشنز اللي بنعملها هو الفول بلاد كاونت والسي رياكتيف بروتين والفيكال كالبروتكتين وطبعا في البدايه بنعمل اسسمنت الايمونايزيشن بتاعت البيشنت وبعدين بنكسكلود الانفكشوس دايريا وخاصه الكلوستريديا ديفيسيل طبعا ليها كلام كتير جدا وكلنا عارفين انها ممكن تيجي بعد دراجز وكده على اساس ديت مهمه جدا قبل ما نبدا العلاج الاكتف بتاع الاي بي دي. دي الشكل بالاندوسكوبي لو احنا خدنا زي ما قلنا الالسر كولايتس اندوسكوبي اندكس سكور او الميو. الميو ده اكتر حاجه بنستخدمها ده النورمال. شوف الفاسكولار باترن واضح جدا وكله ماشي كويس. هنا بنلاقي بتبدا الرسيمه والفاسكولار ما ويحصل ديكريز فاسكولار باترن وفي فرايابيلتي بعد كده تبقى ماركت الرسيمه في ميو 2 وفرايابيلتي بتزيد وفيها ايروجنز او سبونتينيوس بليدنج دي هي دي اصعب حاجه اللي هي بنقول عليها ميو 3 ودي حطيناها في الاعتبار من ضمن الكرايتيريا بتاعت الفالمنت يعني لكن ممكن نلاقيها في المايل تو مودريت. زي ما ذكرنا قبل كده الاكسترانتستاينال مانيفستيشنز في الاي بي دي مهمه جدا واللي مكتوبين بالاحمر دول هم اللي بيبارلل الديزيز اكتيفيتي يعني ممكن تلاقي واحد ان ريميشن ومعاه رينال تشينجز او هيماتولوجيكال مانيفستيشنز او هيباتوبيلياري لكن في العين الامسكليرايتس بس اللي هي بتيجي مع الاكتيفيتي الريسيما نودوزم هي دي اللي بتيجي مع الاكتيفيتي او البريفرال ارثرايتس دي اللي بتيجي مع الاكتيفيتي اذروايز كان بي وذاوت اكتيف ديزيز. التاريخ بتاع الانفلاماتوري باول ديزيز تريتمنت بدا من 1932 بيريل كرون ديسكرايبس تيرمينال ايلايتس 1940 نانا سفارتس
دي published الاكسبيرينس والسالفاسالازين وهو which is the first treatment في الاي بي دي او في الالسر كولايتس. True love ده طبعا ده ليه سكور بتاعه. Conducts first randomized controlled trials with corticosteroids. وبعد كده في سنة 57 invention بتاع الاوبتيكال فايبر. 77 بدأنا نفصل السالفة سالازين إلى 5SA وسالفة بايريدين وخدنا الأكتف إنجريدينت اللي هو 5SA. بدأنا البيولوجيكال ثيرابي من 95 واستابلش في 99 بالإنفليكسي ماب. وبعد كده روحنا للأنتي تي ان اف برضو واحد تاني اللي هو الأدليميوماب وبعد كده الجوليميوماب. كل دول أنتي تيومر نيكروزيس فاكتورز. وبعد كده بدأنا نعمل حاجة اسمها بايوسيميلرز. بايوسيميلر ده حاجة زي الأكتيفيتي بتاعت المادة بس بتبقى أرخص كتير جدا. طبعا لسه لحد دلوقتي ما دخلتش مصر لكن في حاجات هتخش. فدي اتعمل تو بايوسيميلرز بالنسبة للريميكيد اللي هو الانفليكسي ماب والأدليميو ماب. الاثنين حصلوا. دخل بقى عندنا بعد كده هو الفيديوليزيو ماب اللي هو الانتيفيو. ودخل بعد كده هو التوفاسيتينيب ده سمول مولكيول اللي هو اسمه زيل جانس. واخيرا في 19 استابلشت استخدام الاستلارة بتاع جانس دي في علاج الحالات الاي بي دي كانت بتستخدم على طول في الكرونز ديزيز. طب ايه الاند بوينتس اللي احنا بنفكر فيها؟ كنا زمان بنفكر في الامبروفد سيمتومز وبعد كده في الكلينيكال ريميشن. زدنا بقى بينا نقول عايزين اكتر ان في الكلينيكال ريميشن دي يبقى العيان استيرويد فري لان دي اهم حاجه لما العيان بياخد كورتيكوسترويدز ان احنا عايزين نخلصه بسرعه منها. وبعد كده بنفكر في التارجت بتاع اللي هو بنقول عليها تريت تو تارجت. ايه التارجت بتاعنا دلوقتي؟ التارجت بتاعنا هو الميكوزال هيلينج والموليكولار هيلينج والديزيز كليرنس خالص. ليه الكرتون دي بدي ورينا لو احنا عندنا اكتف ألسر اوف كولايتس؟ طبعا زي عارفين ان هو بيبقى اما مايل تو مودريت او سيفير. ويمكن طبعا زي ما بنقول بيبدا في الريكتم. فهو لو بروكتايتس بس ممكن يشتغل بتوبيكال بس 5 اس اي سبوزيتوري اور انيما. لو ما حصلش ريسبونس ندي توبيكال واورال. ما فيش ريسبونس ممكن نزيد اورال كورتيكوسترويدز. وبعد كده الايزوثيوبرين او المركاسيك عندنا يعني اللي هو الاميوران او السيكسوميركابتوبيورين. لو ما فيش ريسبونس هنا نخش على طول على البيولوجكس او السايكلوسبور. ده بالنسبه للبروكتايتس. هيسري برضو بالنسبه للليفتسايدد بس الليفتسايدد والاكستنسيف الاثنين بنديهم اورال وتوبيكال في الاول 5 اس اي 5 امينو ساليسيليك اسيد اللي اسمه السوء زي السالوفالك والبنتازا. ولو ما فيش ريسبونس برضو بنفس السيناريو اللي احنا قلناه قبل كده. لكن هنا بقى السيفير زي ما احنا قلنا لازم على طول بنعمل له ادميشن ونديله هيدروكورتيزون 100 ملي جرام اي في كل 6 ساعات. ده التيبيكال تريتمنت ليه. لو ما حصلش ريسبونس وزي ما بنقول لازم يبقى معانا سيرجيكال باك اب من الاول. العيان ده ما نستناش عليه لما يبقى ديتيريوريتد لدرجه السيرجري كمان ما تنفعش معاه. فلازم يبقى معانا سيرجيكال باك اب من اول لحظه على اساس ان هو لو ما حصلش ريسبونس ان 1 2 ويكس ونكسكلود السيتوميجالو فيروس والاكسكلوجن بتاعها زي ما قلنا بنعمل سيجبيدوسكوبي ناخد بايوبسي ونحلل ونكسكلود السي ام في. بنشتغل بالسايكلوسبورين بعد كده هو او الانفليكسيماب. والانفليكسيماب ممكن يتاخد روتين او يتاخد اكسلريتد في فتره قليله. لو ما حصلش ريسبونس على طول على الكوليكتومي. كذلك برضو لو ايفن لو ما حصلش ريسبونس على العيان اللي عنده سايتوميجالو فيروس وخد الجان سايكلوفير وما جابش ريسبونس بينتهي الامور بالكوليكتومي. علشان كده دور الجراحه مهم جدا جدا ان العيان يتعمل له العمليه ان ابروبريت تايم. هنجيب بالتفصيل شويه. ادي كل حاجه بتستخدم في سواء اللي هي البيولوجيكال تريتمنت او سمول مولكيولز زي التوفاسيتينيب. ودي اخر حاجه سجستد باي امريكان جاسترونتيرولوجي اسوسيشن. هم بيقولوا ده تملي بيقول يعني نعمل ستيب اب ولا يعني نبدا بيس لاين وستيب اب او داون بروجريس. لا هم بيفضلوا ان احنا في الحالات المودريت تو
سيفير اللي هي مش ريسبوندنج 5 اس اي ندي بيولوجيك على طول. والبيولوجيك عندنا يا اما عيان بيولوجيك نظيف ما يعني ما خدش قبل كده او بريفيوس انفليكسيماب بارتيكولا ويز برايمري نون ريسبونس. اول حاجه بنجربها لو هو بيولوجيكال نايف هو الانفليكسيماب وده بيبقى بريفيرد اوفر ادريميوماب بيست اون ذا ريليتيف افيكاسي. بعديه ممكن ندي الفيدريزيوماب وده بريفيرد اوفر ادريميوماب. وفي هيد تو هيد ستدي اسمها فارسيتي قالت لنا ان فعلا الفيدريزيوماب اكثر افيكاسي من ادريميوماب. الاستكينوماب اللي هو الاستيلارا افكتيف بس ستيل نوت رانكد لكن هو خلاص في 19 اتحط من ضمن المانجمنت بتاع الالسر كولايتس. توفاستينيب لسمول مولكيولز اسمه زيلجانس ده افكتيف ما خدش لسه ابروفال فور تي ان اف نايف لكن بنستخدمه على طول في التي ان اف اكسبيرينس بيشنت. اما في الاكسبيرينس بيشنت ما عندناش بدائل غير الاستكينوماب والتوفاستينيب. مهم قوي نعرف ان في الانتي تي ان اف ثيرابي البيولوجيك اللي هو زي الانفليكسيماب والجوليميماب والادريميماب ان احنا لو اضفنا ليها اميون موديريتورز دي طبعا بتزيد الافيكاسي خالص زي ما احنا شايفين وتزود الستيرويد فري ريميشن والميوكوزا الهيلينج. فكتير من الاوضاع بندي معاها اللي هو الايزاثايوبرين من البدايه علشان نقدر نجيب افيكاسي اكتر. لكن ما ننساش ان الماليجنسي والانفكشن ريت هيزيد فعشان كده هنتكلم في سلايد جاي عن السيفتي. جبنا سيره الاكسترا انتيسيلر مانيفيستاشن عيان عنده اكسترا مانيفيستاشن وادينا له انتي تي ان اف وحصل لها فيلير. ايه اللي سجستد ان لو عنده ارثروباسي اوروماتويد نديله التوفاستينيب اللي هو زي الجانس على طول وده ميزته كبيره قوي ان هو اورال وافكتيف. لو عنده سورايتك السرايتس او سورايسس بنديله الاستكينوماب اللي هو الاستيلارا. دي برضو نعيد تاني بنقولهم مع بعضينا ايه هم اللي موجودين في حالة تي ان اف انهيبيتورز فيلير. عندنا الانتي انتجرين اللي هو فيدريزيوماب ابروفد في 2014 سبيسيفيكلي تارجت الانتي انتجرين طبعا الفي كام 1 بيستخدم اي في انفيوجن 0 و 2 ويكس و 6 ويكس وبعد كده افري 8 ويكس. بعدي الاستكينوماب اللي هو انتي انترليوكين 12-23 ابروفد ان 2019 وسبرس سيرتن انفلاماتوري سايتوكاينز اند ويت بيست اي في انفيوجن في البدايه بس وبعد كده سبكوتينيوس. الجاك انهبيتورز اللي هم توفاستينيب وده بان جاك انهبيتور يعني هو بيعمل انهبيشن جاك 1 اند 3 وده ابروفد ان 2018 وبيستخدم في التي ان اف انهبيتور فيلير. لحد دلوقتي في ترايلز عليه في النايف لكن هو لحد دلوقتي افتر فيلير اوف تي ان اف. ميزه كبيره جدا ان هو اورال. دي اللي احنا قلنا عليها السيفتي بقى. السيفتي اللي احنا بنخاف منهم دايما هو الانفكشن والماليجنانسي واكتر حاجة طبعا انسيف انك تستمر على الكورتيكوسترولز مدة كبيرة. بعديها التوفاستينيب والانتي تي ان اف انهيبيتورز والبلاثايوبرين دول برضو معرضين لانفكشن ومعرضين للماليجنانسي خاصة اللي هم انتي تي ان اف. ثايوبرينز لو هو لوحده برضه لازم نتابع العيان كويس لان العيان بيبقى خد كورتيكوسترويدز بدانا معاه ثايوبرينز وبعد كده هو وقفنا الاسترويدز واستمرينا على ثايوبرين فنتابعه كويس وخاصه في السن الكبير. تي ان اف انهبيتور مونوثيرابي وبعد كده ذا سيفست بقى اللي هم الاستكينوماب والفيدريزوماب. وطبعا في الالدرلي والميديكال كوموربيديتيز والاكسنسانا مانيفيستيشن والكانسر هيستوري والفاميلي بلاننج كل ده ناخد بالنا منه كويس قوي وبنعمل حساب الثمن في الناس اللي بتدفع واللي عندهم مال نيوتريشن والديزيز. وبعد كده يعني ايرلي ابروبريت سيرفيس زي ما في الامريكان كوليدج اوف جاستروانتيرولوجي ان هم بيحبوا يبداوا بالبيولوجيك على طول ولازم نبقى نفكر في الاستيرويد سبيرنج ما نستمرش بيه على طول. هنا بقى برضو نعيد تاني ان في السن فوق ال 65 سنه اتس بيتر نوت تو جيف انتي تي ان اف تدي الفيدريزوماب اور استكينوماب.
لو عيان ده ان بيشنت طبعا بنبدا بالانفليكسيماب لو خاصه في الاكيوت سيفير والسايكلوسبورين بعديها. وطبعا اللو البومين از باد كرايتيريا طبعا او باد دياجنوستيك اليمنت في حالات الاكيوت سيفير ازمة الاكيوت سيفير السيرف كولايتس وبنديهم سايكلوسبورين. اي عيان عنده سيجنيفيكانت كانسر هيستوري وليمفوما ندي الفيليزوماب واستكينوماب ما نديش الانتي تي ان اف. البريجنسي سيف جدا ان احنا ندي تي ان اف انهبيتورز والايزا سايوبرين. وفي ترايلز جديده اثبتت انه برضو الفيليزوماب واستكينوماب ار سيف. الاسترويد ريسبونس في مايلد مودريت ديزيز العيان اللي هو مستجيب للاسترويدز بس مش عارفين اللي ماشيين نوقفها بدا يبقى ديبندنت فبندخل معاه ثايوبيورين على اساس ان احنا نوقف الاسترويدز. زي ما قلنا قبل كده الاكسترا انتستينال مانيفيستاشن وخاصه الارثرايتس بندي تي ان اف انهبيتور اور توفاسيتينيب او بريفيوس تي ان اف فيلير ندي التوفاسيتينيب اور استكينوماب. هنتكلم سريعا بس على الدياجنوز كرونز ايه اللي احنا بنستخدمه مش هنتكلم بالتفصيل لان الوقت مش هيسمح. طبعا بندور على الكلينيكال بيكتشر واللاب وبعدين بنعمل ايلكولونوسكوبي وهيستوباثولوجي. الكابسول اندوسكوبي ليها رول انتروسكوبي ليها رول مهم قوي. الالترا ساوند الالترا ساوند نون انفيزيف ما فيش اي اكسبوجر لراديولوجي. بعديها طبعا ام ار انتروجرافي بس غاليه لكن ده لما بيكون عندنا اكسبيرينسد الترا سونوجرافر ده حي دينا فايدة كبيرة جدا في التشخيص بأقل ثمن وبدون مشاكل. فطبعا ده مهم جدا في diagnosis especially complicated Crohn's disease. هنقول آخر حاجة في 2019 بالنسبة لكرونز ديزيز البريتش سوسايتي اوف جاستروانتيرولوجي كونسنسس جايد لاينز مهم قوي انها معلش كاتبينها زي ما هي كده لان دي مهم قوي ان احنا عارفين ان العيان اللي عنده مايل تو مودريت اينوسيكال كرونز كان بتريتد ويز ايلر ريليس بيديسينايد. هو مش موجود في مصر موجود يعني متهرب اسمه انتيكورت ده يعني سيف واحسن من الميثايل بريدنيزولون لكن لو مش موجود بنستخدم الميثايل بريدنيزولون بدل منه علشان تو انديوس الريميشن. ما نزودش على 8 اسابيع ل 12 اسبوع مهم جدا علشان نخلص منه لان ما يحصلش مشاكل يبقى عيان استرويد ديبندنت وما يقدرش نوقفه. امتى نعمل بقى لو قدرت تعمل لابروسكوبك احسن من اوبن سيرجري وشود بي كونسيدر ان لوكلايز ايلوسيكال كرونز ديزيز فور ذوز فيلينج اور ريلابسينج افتر انيشال ميديكال ثيرابي اور ان ذوز بريفيرينج سيرجري تو كونتينيوشن اوف دراج. واحد خلاص مش عايز يمشي على ادويه كتير ممكن في حالات كتيره من الكرونز ديزيز اللي هم يعني لوكلايز في الايلوسيكم انه توقف عند الجراحه هنا. Active uncomplicated luminal Crohn's disease should be treated initially with systemic corticosteroids زي ما قلنا قبل كده but we suggest that those with extensive disease or other poor prognostic features should be considered for early introduction of biologicals زي ما كانت recommending ال AGA. المثال زين ملوش رول في الكرونز ديزيز ما نديش بنتازة في الكرونز ديزيز يعني هو كان يعني بالعافية نقول لو في كرونز كولايتس لوحده ممكن ندي البنتازة لكن آخر حاجة في 2019 فما فيش مجال للبنتازة أو يعني 5SA كرونز ديزيز. الكومبينيشن ثيرابي بتاعت الانفليكسيماب والثايوبورين should be used as it is more effective than monotherapy زي ما قلنا قبل كده في الالس اوف كولايتس. Patient refractory to immune modulator therapy despite dose optimization should be considered for biological therapy. Well, the choice between anti-TNF, ustekinumab, vedolizumab should be made on an individual basis considering patient preference, cost, مهم قوي الكوست فرق في الثمن, likely adherence, safety data and the speed of response to the drug. الرابطه في الكرونز ديزيز الفيليزوماب كان بي يوزد ان بوث انتي تي ان اف نايف بيشنت او ذوز ويز فيلير ممكن اللي هو الانترفيو يعني. التشويس اوف تريتمنت ان بايولوجيكس نايف بيشنت شود بي انديفيدوالايزد. الاستكينوماب كان بي يوزد ان اندكشن اند مينتنس اوف ريميشن اوف كرونز ديزيز بوث ان انتي تي ان اف نايف اند ذوز هو ار انتي تي ان اف فيلير.
التريتمنت ويز ابيولوجيكال ثيرابي ان اوبتيمال دوز هو ريمين كورتيكوستيرويد ديبندنت بارتيكولي اف اون تريبل اميونو سبريشن، يعني بياخد كورتيكوسترويدز و اميون ميديتورز زي اذا سايوبرين، وباخد كمان معاهم بيولوجيك ار سيجنيفيكانت ريسك اوف اوبورتونستيك انفيكشن، وريكومند ذات alternative medical treatment or surgery. هنا بقى بنفكر في الجراحة علشان ده هيتعرض لإنفكشن ممكن تبقى سيفير وممكن تضيع له حياته خالص. آخر حاجة بقى طبعا إن هم بيسكتوش طبعا في البايبلايز في كتير قوي بيولوجيكس وسبور بلوكيوز وحاجات كتير قوي موجودة، لكن التفكير الجديد إن هم combination of biologics، فهما في ترايل محطوطة ومعمولة ودي يعني شغالة دلوقتي، عملوا سكرينينج للعيانين وبعد كده ادوا تريبل كومبو تريتمنت، ادوا لهم فيدريزوماب اي في وادلاميماب سبكوتينيوس وميثوتريكسيت التلاتة مع بعض، قعدوا لمدة 26 اسبوع وبعد كده مشوا على فيدريزوماب مونوثيرابي ولسه النتائج بتاعتهم ما طلعتش، واحد يعني هتشوف دي فتحت ايرا جديدة للأم كومبينيشن بيولوجيكس. Finally, لا لسه في challenges لحد دلوقتي، لسه في more and new therapies but where to position them، نحطهم فين، new endpoints زي ما احنا قلناهم قبل كده but what is the optimal treatment target، there is a therapeutic ceiling how can we improve therapeutic outcomes، دي نقط للبحث موجودة حاليا. And thank you very much. Thank you very much Professor Dr. Bahaa Abbas for the discussion lecture. Here a comprehensive review of the updates of the IBD. Thank you very much.